طيب عندي ملفين مهمين. الاولاني طريق التجاره العرب، وصلنا فيه لحد الان فين، ربنا واهميه يكرمك. هذا الطريق النهارده. انا الاول انا بشكرك وبحييك لان حضرتك اول اعلامي اتكلمت في هذا الموضوع. احنا كنا شغالين فيه مع الاردن والشقيق والعراق الشقيق بمجهود كده من الحكومه المصريه والحكومه الاردنيه في البدايه. انا بقول الحكومه مش 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 لا كامل ولا النقل، كل الحكومه لها دور، لان الماليه لها دور في الجمارك والقوات المسلحه والداخليه لها دور في التامين والداخل الخارجيه لها دور. كل الحكومه المصريه صح، وضبط النقل عشان هي عندها الجسر العربي، العبارات بتاعتنا والطرق بتاعتنا والكلام ده. احنا كان لنا يعني البدايه، ويعني دخلنا بسرعه مع يعني استغليت صداقتي بوزير النقل الاردني والنقل العراقي، وطرحنا الموضوع على اللجنه المشتركه هنا، كان دوله رئيس الوزراء ودوله رئيس الوزراء الاردني ومره دوله رئيس الوزراء العراقي مع الدكتور مصطفى مدبولي، وطرحنا الفكره وبدانا نشتغل. النهارده الحمد لله يا استاذ احمد، ايوه، وحضرتك قبل كده اعلنت من 10 ايام ثم من اسبوع لما احنا قلنا فعلا احنا هنبدا نشتغل. النهارده اول رحله لشاحنات اردنيه، هي دي اللي قدامنا، هي اللي قدام حضرتك دي. اول رحله، اول رحله، عظيم، اول رحله تنطلق. دي العباره اللي هي شايله اهي. أيوة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله لنا 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 كلنا كمصريين ان نفتخر ببلدنا واللي بيحصل في بلدنا. عظيم. هذه العباره عباره من شركه الجسر العربي للملاحه اللي احنا والاردن والعراق بنمتلكها، الشركه القويه اللي بتنقل كل تجاره مصر والاردن الى الخليج العربي والى والاردن الى المغرب العربي وافريقيا وغيره. النهارده تحولنا، ايوه تحولنا، ايوه والله زي ما قلت لحضرتك، مش علشان ده خبر في منتهى الايجابيه وعشان وعمل على الارض حقيقه اهو، اتفضل. لا ده احنا علشان ننافس نفسنا. احنا لا ننافس احد، ولا حد هينافسنا. نعم، وانا قلت الكلام ده قبل كده معاك ومع غيرك. نعم، لن تجد منافس لقناة السويس. عظيم، مفيش حد ينافس قناة السويس. نعم. طيب الخطوط بقى الأخرى المكملة ممكن تكون مكملة لقناة السويس. نعم. زي الخط ده. نعم. طب لما يبقى عندي النهارده خط، طيب هنا لما بتيجي الشاحنات كده، إيه يعني جاية؟ الشاحنة بتيجي. حضرتك اشرح لنا بالظبط، عشان هتيجي هنا وبعدين هتروح فين؟ الشاحنة دي بالتحديد. أيوه. اللي شايلة الكونتينر بتاع سي ام اي دي. اولا سي ام اي دي شركه من الشركات الفرنسيه اللي بتشتغل معانا في مصر، اللي مشاركانا دلوقتي الشركاء لينا في اداره وتشغيل محطه تحيا مصر في اسكندريه اللي حضرتك شرفتنا اثناء تشريف سياده الرئيس بفتحها. نعم يا فندم. فلما يبقى عندي خطوط ملاحيه صديقه ليا وشريكه ليا، هقدر في اي وقت اقول له تعالى اشتغل هنا، هيشتغل كويس قوي. طيب لما يبقى بيني وبين الاردن تفاهم والعراق تفاهم، والنهارده ده الحاويات دي شايله لفائف من الالومنيوم، مصنعه في مصانع شمال الاردن، يعني مش جنوب قريب من العقبه، لا شمال الاردن. ايوه، اتنقلت على الشاحنات الاردنيه من شمال الاردن الى العقبه. ايوه، ثم ركبت بالشاحنه داخل العباره، لان العباره بتشيل الشاحنه بالكامل زي ما احنا شايفين، زي ما هي كده. ايوه، شالت الشاحنه بالحاويه. ايوه، نزلتها في نويبع. اتحركت من نويبع، احنا عندنا دلوقتي من نويبع تقدر تروح شمالا العريش. ايوه، بري. ايوه، تقدر تروح مؤقتا لحد ما الخط السكن هيتعمل. ايوه، تقدر تروح شرق بورسعيد او غرب بورسعيد. نعم، شرق بورسعيد على طول من غير ما تعدي نفق. تقدر تروح غرب بورسعيد لو عديت نفق بورسعيد. تقدر تعدي نفق الشيخ احمد حمدي وتيجي طريق السويس توصل لحد اسكندريه. الشاحنات دي وصلت اسكندريه من 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 شمال الاردن. أيوة. لاسكندريه في 48 ساعه. شمال الاردن اسكندريه، اعجاز. ايه اعجاز؟ 48 ساعه. 48 ساعه اتنقلت اسرع من اي طريق اخر. اتنقلت تجاره الاردن الشقيق. أيوة. اللي بحييهم. نعم، بحييهم جميعا، كلنا بنحييهم، بحييهم جميعا. نعم. على تعاونهم معانا وعلى اقتناعهم بالفكره. ايوه، وده اول يوم. ايوه، يوم الخميس 4 يناير. ايوه، القادم بعد بكره، بعد بكره هتلاقي شحنه اخرى
جايه برضه راحه اسكندريه. ايوه الخط اشتغل يا استاذ احمد خلاص. عظيم. الخط اشتغل. ده بعد كده رايح اوروبا ولا رايح جوه ده عندي؟ رايح ده بالتحديد رايح ايطاليا. ايطاليا. رايح ايطاليا بقول اهو ايطاليا. اه. وكلام ما بنقولش انا اسف يعني. نعم. لا بنقول وهم ولا بنضحك على حد. نعم. اهو احنا من 10 ايام طلعنا وقلت لحضرتك. صح. اتعرضت الاجراءات على مجلس الوزراء. نعم. عرضت على فخامه الرئيس. صدق. لسه امبارح بالليل بقول له يا فندم احنا ان شاء الله عندنا باذن الله اول رحله. أيوة. هتطلع من الاردن الى مصر بكره. ده الكلام. أيوة. ده كان اول امبارح طلعت. أيوة. فعلا. ايوه امبارح خلصت وصلت. أيوة. النهارده الصبح الى اسكندريه. سياده الرئيس قال ايه لسيادتك؟ قال لي مبروك. شد حيلكم. عظيم. ومزيد من يعني اتكلم مع كل وزراء النقل. برضو ايضا في اللجان المشتركه اللي بتعقد ب رئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء الوزراء يعني المناظرين. بنتكلم معاهم بحيث ان احنا بقى نجمع بقى تجارة الخليج العربي كلها الى العراق. ايوه. الى الاردن. ايوه. الى مصر. ايوه. واطلع بقى من اي مينا انت عايزها. طب ليه بالتحديد مينا اسكندرية النهاردة؟ نعم. لان سي ام اي عندها المحطة في اسكندرية. نعم. وسي ام اي طالع من عندها مركب بكره الصبح. ايوه. الى مينا فيرونتونا في ايطاليا. اه. فاذا اللي بيحكم هنا ايه؟ نعم. المركب. المركب. فلما جات لك المركب وانا قلت الكلام ده من زمان. نعم. لما نمتلك القدره ويبقى عندنا مراكب بتاعتنا سواء مصريه. نعم. او مشاركين خطوط ملاحيه عالميه. نعم. هيبقى عندنا القدره وننمي التجاره بتاعتنا وخاصه تجاره الترانزيت سواء العابر لمصر. نعم. من الدول العربيه الشقيقه او حتى الحاويات اللي بتيجي من اوروبا تنزل على الارصفه بتاعتنا ثم تتحمل على مركب اخرى تروح في اتجاه اخر. فاذا سياده الوزير نقدر نقول النهارده تجاره الاردن الشقيق النهارده من مصر. احنا في وزاره تصدير النقل تصدير حاجتهم من خلالنا بالتعاون بيننا وبينهم. احنا النهارده في وزاره النقل انا وكل زمايلي في غايه السعاده. طبع. في اسعد يوم بالنسبه لنا. طبع. ان احنا فكرنا وخططنا وصدقنا من رئيسنا صدقنا من حكومتنا نفذنا ما خططناه والحمد لله ربنا وفقنا ومزيد من التوفيق ان شاء الله باذن الله في هذا الخط خط التجاره العربي. الشقيقه السعوديه تعمل خطوط سكك حديديه داخليه عندها من حقها. نعم. الامارات الشقيقه تعمل من عندها من حقها. نعم. يربطوا كلهم مع بعض من حقهم. نعم. يربطوا مع العراق الشقيق ومن خلال العراق يجوا عندنا وننقل لهم احنا جاهزين. نعم. كل الكلام ده هيبقى فيه تعاون كبير جدا في الفتره القادمه ان شاء الله ما بيننا وبين كل الدول العربيه الشقيقه. احنا لا ننافسهم احنا بنكملهم. نعم. احنا بنتعاون معاهم بنكمل بعض طبعا. حتى شفت من اربع خمس ايام ولا الاسبوع اللي فات. نعم. يوم الاربعاء اللي فات احنا بنمضي. نعم. مع مواني ابو ظبي. آه. شركه مواني ابو ظبي شركه اصبحت عالميه دوليه. نعم. لاداره وتشغيل محطه فين في سفاجه. نعم. محطه في سفاجه يعني بنقول احنا مش شغالين في اسكندريه ورميات بس لا ده او الجسر العربي للملاحه. نعم. بسم الله ما شاء الله شركه عربية من بالدرجة الأولى من ثلاث دول شقيقة بتشتغل الشركة دي شركة بتكسب سنويا. أيوة. سنويا. نعم. تقريبا بعد مصاريفها وبعد كل الكلام ده وبعد الإيرادات اللي بتدفعها وبعد التطوير اللي بتعمله تقريبا ما بين 60 ل 70 مليون دولار سنويا. نعم. بتنقل كل البضاعة بتاعة الأردن لمصر ومصر للأردن والعراق. نعم. سنويا.